طيب أربع ملفات. الملف الأول مع أو ضد زياد برجي، أنت مع أو ضد جبران باسيل مظلوم وأول ظالمين أهل الطيار المنشقين عنه؟ جبران باسيل مظلوم بالسياسة وأكثر ظالمينه. ما بعرف والله شو عمل. طيب طب خبرني شو عمل وبعطيه أنا بالله. ما تابع؟ شو بدي تابع أنا؟ أكثر واحد أنا بتابع سياسة وبيحضر سياسة صح. محلية ودولية صح. وانا كنت بدي اقول لك شو عمل. بس انا مهتم اكثر بالسياسه اللي عم تصير على مستوى الكوكب يعني واللعبه الذكيه. روسيا اوكرانيا هيك انت مهتم؟ لا عم حس انه كل شيء عم بيصير خطه محكمه. طيب. مبلشي جبران باسيل مظلوم او لا؟ ما بعرف والله. الله اللي انا بدي احكم على العالم بصير عم بعمل مثل اسامه الرحباني. حبيبي راح احكي عن اسامه بعد شوي. طيب ثاني وحده. حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ما بيتحمل وحده تدهور العملة اللبنانية، مع أو ضد؟ إذا ما أنك عارف شو عامل بقول لك شو عامل. قل لي اقتصاد. بالاقتصاد ما بتعرف؟ هلا هو مسؤول عن الاقتصاد. منيح وكل شيء تمام وحسابك بالبنك ماشي والليرة عادي والدولار ب1005 عندك؟ ليك حاكم مصرف لبنان كل لبنان بيحبوه ولا كل لبنانية ما بيحبوه؟ مقصومة؟ فوتني بالحيط. والله ما بعرف. والله ظلم اني احكم على حدا. اذا كل لبنان ما بحبه شو بتعمل؟ طب يا خيي اذا هو هالقد عامل ومسوي شو بعده عم يعمل؟ ليه منتبهين له هيك؟ واوعى دخل اوعى دخيلكم اوعى يوقع. مش لانه حامين كلهم مديرينه. مين حامينه كلهم اللي مديرينه مش لبنانيه؟ طب يعني يا هو مظلوم بنظرهم وعارفين انه مظلوم، يا هن مديرينه لانهم كمان مش مظلومين يعني. يا هيك يا هيك. بس انه ما بعرف شو اشتغل يعني. ليه هلا انا ماشي لك مع عم خليك بالرماده، بس عم خليك برماده بس بالفن. فنان بده يحكي فن. ايه اوكي. ثالث سؤال مع او ضد سعد الحريري كان كبش المحرقه محرقه الثوره وانتهى سياسيا، بتوافق او لا؟ بتوافق او لا؟ مش لا كان كبش محرقة؟ ما بعرف. كبش محرقة يعني شيء خاصه بزمن بخبرية معينة صار كبش محرقة. لا انا بحس شوف انا بحب رفيق الحريري كثير الله يرحمه. الله يرحمه. ايه بحبه. كنت حس لما اشوفه على التلفزيون انه انا بامان، انه انا فيني اذا صار معي شيء وحياه ولادي. هذا الحكي حكي لكل اللي حولي. ما بحبه سياسيا. عم بقول لك كنت حس اني اذا بدق بابه بيفتح لي. والله العظيم اني كنت حس هيك. وبعتقد يعني ربنا هيك اراد. بس لو بعده موجود كانت الخطه اللي كان ماشي فيها والطريقه اللي قدر لقط فيها اللبنانيين وعطاهم بوش وطموح للمستقبل حتى بعلاقته مع حزب الله اللي كانت مميزة واللي بوقتها يعني حزب الله ما كان محطوط على 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 على, 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 على ليستة الإرهاب. أنا كلبناني لما بشوف رئيس حكومة عم يقدر يعمل هيدا المسعى ولما بشوف طرف تاني حاليا يعتبر عكس هيدا التوجه، بس لما بشوف بوقتها قد ايه كانت علاقة حزب الله حلوة وقوية ومتينة برفيق الحريري وقد ايه كان الله يرحم ترابه عامل دائما من الشعب اللبناني كله كان عامل. هلا ما بقى هلا في ناس بتقول في تفاصيل بالقصص وبالروايات وبالشغل يعني وبالبزنس الى ما هنالك، بس انا بشوف هيدي الشخصية اللي مرقت على لبنان خسارة. وساعد الحريري مع حفظ الألقاب شخصية كملت بنفس النهج بس ما كان لازم تكمل مع نفس الاشخاص. هذا الشيء انا بقدر اقوله يعني معه. طيب اخر سؤال تتشوفه بس قد ايه زياد برجي بيفهم بالسياسه وكان كل الوقت عم بياخذ دور انه هو ما بيعرف اخر واحد لبنان. انا بحبه كثير لسعد الحريري كثير، وانا ما بحبه سياسيا ولا انه بحبه والله سياسياً؟ لا شو بحبه؟ شو بتحبه اذا ما بتحبه سياسيا؟ مش بحب مواقفه السياسية اللي لها علاقة بالداخل اللبناني أو مواقفه مع مش ما بشجع بس على مستوى رؤيته للبنان وعلى مستوى
تطلعه على مستوى البوست اللي كان عطينا إياه كشاب رئيس حكومة بينتمي لهيدي العايدة، أنا كنت شايفه ابن بيت. يعني لا. ابن بيت يعني عيب واحد يعني يقول عن حدا كان رئيس حكومته انه ابن بيت؟ لا طبعا لا مش عارف. يعني حدا بيقول عن سعد الحريري منه ابن بيت؟ لو منه ابن بيت بيوصل فيه الحال انه 90% من ثروته او اكثر الطير، حرام بقي معه 7-8 مليار. هلا مزحنا بس فعلا حسب ما عم بيقولوا حسب ما سمعت صح؟ مش مظبوطة هاي؟ إذا مش مظبوطة فتنا بالحياة. مش طاروا مصرياته؟ شو يعني إجا في اللي فات معه 1000 وفل معه 10 مليون، وفي اللي فات معه 5 مليار وفل ما معه أجار التاكسي، يعني بيكون شو مش ابن بيت؟ بكون منه بزنس مان، بكون ما نجح يعني مش شاطر بالبزنس، نحن بنحب الشاطرين طبعا طبعا. لبنان يستقر بعد أن يعود جزءا من الشام، هيدا أول مرة فكرة سياسية تكون هالقد فاني. بعد أن يعود مين؟ هو لبنان لبنان سيستقر بعد أن يعود جزءا من الشام الكبرى، مع أو ضد؟ لبنان بيستقر باستقرار سوريا والشام، هيدا خسرتنا، هيدي جارتنا، وهيدي بتجمعنا فيها يعني ما بتجمعنا فيها ثقافة كتير فايتة ببعضها وقرابة وجغرافيا و كتير بموضوع بموضوع الحياة بموضوع كيف بموضوع العادات. يعني أنا بشوف هيدا المشهد شو بتلاقي حل لحتى تكون سوريا قوية ولبنان قوي؟ دبر أمورك. أنا بالنسبة لإلي كمواطن كتير بيناسبني تكون سوريا بخير ويكون الأردن بخير وتكون مصر بخير وتكون ترجع فلسطين بألف خير وترجع لنا كله إيه؟ ويكون كل الوطن العربي بألف خير. 400-500 مليون بنحكي لغة واحدة يا جماعة، وعنا كل هيدي الثروات والأديان كلها نزلت عنا والثقافة والحضارة والتاريخ والطقس